في واقع كريم الشيباني هو ينتظرنا الآن على الهواء مباشرة، والذي هو على مشارف قرية البويضة الشرقية، آخر معاقل الإرهابيين في مدينة القصير. كريم الشيباني، لك الصوت والصورة، لتصف لنا ما تشاهد، وأين بات الجيش العربي السوري في طريقه إلى البويضة الشرقية؟ نعم حسين، مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الفضائية السورية. نحن حقيقة الآن على مشارف قرية البويضة الشرقية، هذه القرية التي تسلل إليها المسلحون هربا من ضربات الجيش العربي السوري. بداية أريد التحدث عن يعني قرية الضبع، التي يعني مساء البارحة الجيش العربي السوري قد عاد الأمن والأمان إليها وسيطر بشكل كامل، وكنا قد يعني ظهرنا على الهواء مباشرة بصوت وصورة من القرية، من قرية الضبعة، ووثقنا بالصوت والصورة يعني مركبات وسيارات المسلحين المزودة برشاشات، وكما كان واضحا بأنها تابعة لكتائب الثأر. وأيضا توجهنا بعدها إلى قرية المسعودية، هذه القرية التي أيضا الجيش العربي السوري تابع تقدمه من أجل إعادة الأمن والأمان. وبعدها توجهنا ضمن الخطوط الأولى نحن وفريق العمل وعربة النقل من أجل نقل البسط الأمن والأمان في قرية الصالحية مع قوات الجيش العربي السوري. طبعا يعني في إحدى المزارع الموجودة في قرية الصالحية زميل حسين، أكثر من 50 سيارة مزودة برشاشات، جميعها تابعة لكتائب تدعى بكتائب منبج وكتائب الفاروق، وضبط أسلحة وعتاد كثيرة جدا جدا. المسلحون فروا فورا عندما تلقوا الضربات الموجعة من قوات الجيش العربي السوري. الآن قوات الجيش العربي السوري تشتبك مع المسلحين في مزارع البويضة الشرقية. نحن على مشارف البويضة الشرقية في مزارع، ولكن لا يمكن التقدم حفاظا على يعني سلامة وأمن الكادر المركز الأخباري. ما هو جدير بالذكر بأن قوات الجيش العربي السوري كانت منذ عدة أيام قد بدأت عملياتها بعد أن انتهت من الغصر وعادت الأمن والأمان إليها، وبعدها استطاع المسلحون الفارون من ضربات الجيش العربي السوري بالتسلل إلى قرية الضبعة، وأيضا قوات الجيش العربي السوري لاحقتهم إلى قرية الضبعة، ومن ثم إلى المسعودية، ومن ثم اليوم صباحا إلى الصالحية، ومن ثم بعدها الآن إلى البويضة الشرقية. عدد من القادة الميدانيين خبرونا بأن المسلحون يعني يحاولون أحيانا أن يرتدوا اللباس المدني، وفي بعض الأحيان أن يرتدوا اللباس النسائي، كما شاهدنا في عدد من الأماكن التي شهدت يعني الشباكات الأماكن الساخنة في سوريا، وذلك من أجل الفرار. هم تركوا أسلحتهم وهم تركوا عتادهم، هم فروا هاربين من ضربات الجيش العربي السوري. أيضا ما هو جدير بالذكر بأنه تم العثور وضبط يعني سيارات بكميات كبيرة، هي سيارات مسروقة لمواطنين كما هو يعني واضح، وللأسف من الممكن أن يكونوا قد اختطفوا، ومن الممكن أن يكونوا قد يعني تم قتلهم على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة. طبعا عندما دخلنا اليوم صباحا مع قوات الجيش العربي السوري إلى قرية الصالح، كان هناك بعض من المسلحين قد اختبأوا في أحد الأنفاق التي يعني هي من صفاتهم كجذان، وذلك خوفا من ضربات الجيش العربي السوري، إلا أن وحدة من قوات الجيش العربي السوري قامت بتطويق هذا النفق من الجهتين يعني طوقته وقضت على جميع المسلحين وعلى جميع من في داخله وتعاملت مع الحالة. طبعا نحن وثقنا بالصوت والصورة عدد من عمليات الجيش العربي السوري، بعد قليل سوف نرسل لكم عدد من مقاطع الفيديو حول النشاطات التي قمنا بها اليوم أنا وزملائي في الكادر مهند وعلاء وزهير وعدنان، يعني الجميع الحمد لله يعني يعملون بشكل جيد ومصرون على البث الحي والمباشر لعمليات الجيش العربي السوري. الله يعطيك العافية كريم الشيباني، والله يحميكم. يعني الكادر الإعلامي الموجود على أرض مدينة القصير، وأنتم تتابعون إنجازات جيشنا الباسل النوعية وانتصاراته، وأيضا تتابعون الحقيقة يعني اللحظات الأخيرة في يعني هذا الانتصار بالوصول إلى البويضة الشرقية والقضاء المبرم على الإرهابيين المتواجدين الذين فروا، ويعني وهم فلول الإرهابيين الذين فروا إلى
الى البويضه الشرقيه.